معانا السيدة أم عبد الرحمن. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. بعد إذنك يا مولانا، أنا كان عندي 3 أسئلة صغيرين إن شاء الله مرتبطين ببعض. يلا يا فندم، مع حضرتك أهو. إن شاء الله. حضرتك عارف يا مولانا إن في مواقع الإنترنت بتسمح بتحميل الأفلام والمسلسلات مجانا بدون إذن المنتجين. أنا كنت سمعت من أحد علماء الشريعة إن اللي هو التشهير بعد النشر لا يجوز، وبناء عليه يجوز التحميل من هذه المواقع مع اختلاف الوثقاء على هذا الامر. كان قلت اتاكد من حضرتك مبدئيا، هل يجوز ان انا احمل مواد ترفيهيه من هذه المواقع بناء على هذه المعلومه ان هو لا يجوز تشهير بعض ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا فندم برضه متعلق بيه. دلوقتي التلفزيون يا فندم وقنوات التلفزيون فيها القنوات دي بتعرض الافلام والمواد دي مجانا. انا كمشاهد، انا لا فتحت القنوات دي ولا مسؤول عن اغلاقها، لو اتفرجت عليها انا عليا وزر. يعني القنوات اللي هي مشفره انا قدرت افتحها فشفتها مجانا، هل عليا وزر؟ ده قصدك؟ لا، هم بيبقوا فاتحينها على مال الشاهد، بتبقى موجوده على مال الشاهد فانت مفتوحه بتعرض المواد دي مجانا. طيب لو اتفتحت مجانا، يعني لو في مواقع فتحت هذه القنوات مجانا، فهل هيبقى حرام عليا ان انا اشاهدها؟ هو ده سؤالك؟ لا، هو برضه يا مولانا بتكلم على قنوات التلفزيون، وانت بتقلب في الريسيفر يا مولانا في قنوات بتبقى على الهواء تقريبا بتعرض على التلفزيون الافلام والمواد دي مجانا. طيب التلفزيون مفتوحه. طيب وهي قنوات مفتوحه؟ اه مفتوحه، ومفروض ان المسؤولين مصر هم اللي يقفلوها مش احنا. طيب ادي السؤال الثاني. السؤال الثالث، السيد بعدين حضرتك، هو انا كنت عايزه استاذن الدكتور علي الجمعه اني احمل الفيديوهات الدروس بتاعته من موقع اليوتيوب عشان انا ما عنديش انترنت على طول وبحتاج اذاكر الدروس بتاعته. حاضر، اقول لحضرتك اجابه السؤال ده، وفي كنترول ممكن يساعدوك في دوت بسهوله ان شاء الله. اول سؤال بتسالني المواقع اللي هي بتعرض المسلسلات او بتعرض المواد الاعلاميه اللي بتبقى موجوده في منتجه بشكل معين وبتتعرض على منصات معينه، المنصات الثانيه اللي بتاخد ده وبتعرضها مجانا مش زي المنصات اللي ممكن تكون بتعمل ده بمقابل، هل يجوز لها ان هي تشاهد ده؟ هي يجوز لها ان هي تحمل ده؟ السؤال كان عن تحميل المواد دي. السؤال ده متوقف على المنتج او المنصة، هل وضعت تحذير ووضعت منع وقالت ان هي تمنع من اي نوع من انواع الداونلود لهذه الاشياء؟ فاذا كانت بتمنع من ده فده من حقها وما ينفعش ان انا احملها وانجاز ان انا اشاهدها. يبقى دي اول سؤال. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى لو كان الموقع نفسه بيقول ان ده، لان ده ساعتها اذا حصل ده شكل منصوص عليه على انه شكل من اشكال التهكير، يعني شكل من اشكال التعدي، ان في حد عامل سيفتي على الحاجه بتاعته دي، فانت اخترقت ده باداه احتياليه واخدت ده وعرضته على الموقع عندك وهو مانع وما بيسمحش ان حد ينزله. طب ده هيبقى في ضرر عليه؟ طبعا في ضرر عليه، لان عدد مرات التنزيل او عدد مرات التحميل ده بتعود عليه بعوائد معينه. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى المساله واضحه، اذا كان هو مشترط ومانع لا ما نحملش ونكتفي بالمشاهده، لان المشاهده دي بتخليه ايه؟ بتخليه يروج اكتر. الحاجه الثانيه، السؤال الثاني بتقول بقى لو في قنوات مفتوحه، جت قنوات تانية فتحت قنوات أو خدت مواد لقنوات مشفرة وحطتها على الأمر ده، الحرمة تقع على مين؟ تقع على هذه القنوات. طب هل أنا كده أساعد في الإثم والعدوان؟ لا، اللي بيساعد في الإثم والعدوان هو الشخص اللي بيشارك هذه القناة في صناعة هذا الاختراق وهذا الاحتيال وهذه السرقة. الحاجة الثالثة اللي هي مسألة البرامج، خلاص احنا قلنا بنحلها على احنا بس عايزين نقول حاجة مهمة جدا. انا الأسئلة اللي اتسألت دي على قد ما هي مهمة، انا عايز اقول حاجة شوية. انا السؤال دوت
اسمحوا لي بشيء من الاستبصار، في قدر، في نوع من انواع الاسئله بيبقى في سنه بدايه وسوسه. بيبقى ايه سبب الكلام ده؟ سبب الكلام ده مش بس ان السؤال عن قنوات وعن التشفير وعن كده، لكن سبب الامر دوت ان بنبتدي نتدرج من حاجه الى حاجه، من حاجه الى حاجه، من حاجه الى حاجه. فاحنا علينا نفهم قاعده مهمه جدا جدا، ان في حاجه اسمها حقوق الملكيه الفكريه. فاذا كان ده في اي نوع من انواع اختراق الملكيه الفكريه لحد واعاده الضرر على شخص، يبقى خلاص ده ممنوع. لان هو لما عمل ده هو عايز ارباح بشكل معينه، وعايز يعرض ده بشكل معين، وهو دوت اللي بيسمح بيه، وهو عارض منتج، والمنتج دوت هو دي الطريقة اللي هو عارضها. لازم نلتزم بده. نلتزم بده ليه؟ لأن خلاص هو دوت إذا ما التزمناش بده هنتجاوز قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وإن الضرر يزال. فالضرر يزال إزاي؟ إن محدش يعمل هذا الضرر ولا حد يقوم به، مش إن الضرر يقع وبعدين نزيله، لا، الضرر يزال بمنعه ابتداءً. لان احنا عندنا ثلاث مستويات لازاله الضرر. اول حاجه بالمنع، ثم الدفع، ثم الرفع. يبقى احنا كده عرفنا القاعده عشان ما نسترسلش في هذه المسائل.